يمكن علي معلول ما كانش في الدوري، مش في النادي الاهلي، في الدوري 5 اسيست بالتساوي مع عبد الله السعيد ويوسف اوباما، الاثنين 5 اسيست. بيجي بعدهم محمد مجدي قفشه 4 اسيست، وبرده متسبب في ركله جزاء محمد مجدي قفشه. ولكن اللي بيتصدر القايمه حاليا علي معلول برصيد 5 اسيست كالعاده، كعاده كل موسم علي معلول هو اللي بيتصدر بقايمه الاسيست في الدوري المصري. يمكن علي معلول بيسترجع نوعا ما مستواه، الماتش اللي فات كان غير موفق تماما، النهارده بيستعيد مستواه. اكتر لاعب كمان بيعمل تمريرات طوليه من ورا من الخلف، عامل 20 تمرير طولي، رقم كبير جدا. بس كم واحده صح؟ 12. كويس جدا، 12 من 20 صح، ده يعني ارقام علي معلول. واكتر لاعب عامل كرات عرضيه النهارده في الماتش. احنا معانا ارقام معلول وهاني، هنلاقي ان معلول لو بصينا عليها هنلاقي ان معلول عامل 8 عرضيات، 3 منهم صح. ادي الارقام هي قدامنا، معلول وهاني في المباراه النهارده. معلول طبعا صنع هدف، محمد هاني ما صنعش. عدد التمريرات القصيره الصحيحه لمعلول 49، عدد التمريرات الخاطئه اكتر شويه، 6 تمريرات خاطئه قصيره، رقم كبير شويه من معلول. ايوه. عدد التمريرات القصيره الصح عند محمد هاني 46، واحده بس اللي خاطئه. عدد التمريرات الطوليه معلول عامل 20 تمرير طولي من ورا، رقم كبير جدا، يعني هو اللي كان بيبني الهجمه مع ياسر ابراهيم ومع ربيعه. بنسبه دقه 60%. محمد هاني 4 منهم 2 صح. نكمل الصوره اللي بعدها، هنلاقي في حاجه مهمه جدا لمحمد هاني، كان بيلعب دور مهم قوي النهارده في عمليه قطع الكرات، 14 مره لمحمد هاني. محمد هاني النهارده طبعا 14 مره، معلول 12 مره. العرضيات معلول اكتر واحد، عامل 8 عرضيات منهم 3 صح. محمد هاني عامل 5 عرضيات منهم 2 صح. المراوغات الناجحه معلول 2 محمد هاني 1، صناعه الفرص محمد هاني 2 معلول 1 بس، ارتكاب الاخطاء 3 عند محمد هاني و2 عند علي معلول. وبالنسبه للحصول على الاخطاء، معلول حصل على خطا ومحمد هاني ما حصلش على ولا خطا. نركز في الرقم بتاع قطع الكرات لمحمد هاني 14 مره. النهارده محمد هاني كان بيلعب دور مهم جدا في عمليه الارتداد الدفاعي. لو بصينا هنا هنلاقي ان محمد هاني، نجيبها على السبوره، هنلاقي ان محمد هاني دايما كان بيتحول كارتكاز ثالث في حاله الهجمه علينا، دايما محمد هاني بيضم للعمق وبيتحول لارتكاز ثالث. ده دور مهم جدا لمحمد هاني النهارده، كان بيعمله بشكل مميز جدا. عشان كده معدل قطع الكرات بتاع محمد هاني النهارده زايد. ليه؟ لانه كان بيضم دايما للعمق، لما الكره بتبقى علينا بيزيد، خاصه ان انت بتلعب بفريق ما كانش بيهاجمك كتير، فكان في تعليمات واضحه لمحمد هاني بعمل الكفرنج هنا، بيسموها الفولس باك، بيخش للعمق وبيتحول كارتكاز ثالث. عشان كده ارقام محمد هاني في معدل قطع الكرات كبيره، ارقام معلول على المستوى الهجومي كبيره، 8 عرضيات، صانع هدف، بيواصل برده التالق اللي بعد كده.